تحية طيبة مشاهدينا ومرحبا بكم في الموعد اليومي لنشرة الأخبار على نسمة، والبداية كالعادة بأبرز العناوين. بعد سلسلة من اللقاءات غدوة موعد انطلاق الجولة الثانية من المشاورات حول تشكيل الحكومة. بقرار من وزارة التجارة التمديد في فترة موسم التخفيضات اللي باش يتواصل لغاية 15 سبتمبر الجاي. والمبارزة التونسية إيناس بوبكري تهدي تونس الميدالية البرونزية خلال مشاركتها في ريو 2016. مرحبا بكم من جديد. نفتتح نشرتنا بآخر التطورات الحاصلة بخصوص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وأخبار انطلاق الجولة الثانية من المشاورات غدوة بحضور مختلف الأحزاب السياسية، وفق ما أكد اليوم رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد. دخول مرحلة جديدة من المشاورات جاء بعد سلسلة من اللقاءات المعلنة وغير المعلنة اللي قام بها يوسف الشاهد بعدد من الشخصيات الوطنية، وين باش يتم تقديم مقترحات أسماء لتقلد مناصب وزارية. أكد رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد في كلمة مقتضبة للصحفيين اليوم في دار الضيافة بقرطاج أن المرحلة الثانية من المشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية باش تنطلق غدوة بحضور الأحزاب، مشدد على نجاح المرحلة الأولى من المشاورات. غدوة مع حضور الأحزاب كل شيء لاباس. رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد ادخل منذ أسبوع الفارط في سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع عدد من الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاستماع للمقترحات المقدمة حول هيكلة وتركيبة الحكومة. وبالتوازية مع هذه اللقاءات يعقد الشاهد سلسلة من اللقاءات الغير معلنة بعدد من السياسيين وإطارة الدولة، وين التقى اليوم كل على حداء. الأول جمعه بنائب الشعب مهدي بن غربية، ثم عميد المحامين السابق محمد فضل بن محفوظ، فعضو الهيئة الوطنية للمحامين مبروك رشيد، وسارة رجب رئيس المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية دون إدلاء بأي تصريح إعلامي. هذا ومن المنتظر أن تقدم الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج واللي عبرت عن مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية بمقترحات في الأسماء المرشحة لنيل حقائب وزارية. في موضوع آخر، وبقرار من وزارة التجارة تم تمديد في فترة موسم التخفيضات الصيفية للعام هذا واللي باش يتواصل لغاية 15 سبتمبر المقبل، وفق ما جاء في بلاغة للوزارة. نذكروا اللي السولد في تونس بدأ من 15 جويلية اللي فات بالتزامن مع تنظيم الدورة الأولى من مهرجان تونس للتسوق. نمشي لمقر اليو جي تي تي، وفي إطار الاحتفال بستينية مجلة الأحوال الشخصية والعيد الوطني للمرأة اللي باش يكونوا في 13 أوت الجاري، نظمت الجامعة العامة للصحة بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للخدمات وتنسيقية المرأة العاملة بتونس ندوة علمية بعنوان النقابيات من الريادة إلى القيادة، مناسبة شدد خلالها الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم النظام الداخلي نور الدين الطبوبي على المكانة الهامة للمرأة في تونس واللي تخول باش تكون في مراكز القيادة. هذا وذكر نور الدين الطبوبي بمسيرة العديد من الوجوه النسائية داخل الاتحاد منذ تأسيسه، إلا أن الاتحاد مازال اليوم مشهدش قيادة نسائية، ونأكد سعي جميع الأطراف لإقناع الرأي الداخلي بضرورة تواجد النساء داخل المكتب التنفيذي خلال المؤتمر المرتقب للاتحاد واللي باش يكون في جانفي 2017. أنا حكيت على مشروع الهيكلة الجديدة اللي مش يكون فيه تدابير إيجابية بما في ذلك نظام الحصة اللي باش تواجد به المرأة بضوابط تشريعية، ولكن مش يكون بعد المصادقة على القانون الأساسي اللي مصادق عليه المؤتمر القادم. ولكن المؤتمر القادم كونوا متأكدين وأنه سنبذل كل قصارى جهدنا أني كل هيكل الاتحاد العام التونسي للشغل وكل المؤتمرين وثيقتي كبيرة في كل مناضلي ومناضلة الاتحاد أن تكون المرأة متواجدة في المكتب التنفيذي الوطني. في شأن الاجتماعي خلق مورد رزق ومراعاة المقدرة الشرائية، زوز نقاط تتلخص في علاقة البائع العشوائي للسندويتشات والمقبلين على اقتنائهم رغم الوعي الكبير من المواطنين بخطورة مثل هالمبيعات على صحتهم، كسكروت عياري الأكلة الشعبية اللي تلقى إقبال كبير رغم أنها معروضة على الأرصفة ومفتقدة للشروط الصحية، الشيء اللي خلينا نتسائلوا على دور الرقابة في بلادنا. سندويتشات اللي تتباع في عربات وعلى أرصفة شوارع تونس العاصمة تلقى اليوم إقبال كبير من قبل التوانسة اللي يعتبروها من بين أفضل الأكلات الشعبية، وحتى أنه البعض يرى أنها أكلة صحية ما تحتويش على زيوت ومواد دهنية، كما أنه أسوامها مرفقة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن. اللي فيه واضح،
يعني كتر في قدامك معناتها فهمت، وفم قبال كبير العباد كل وشويه زاد ماديات معناتها فهمت، انت رخيص بارابور تمشي للريستورون ولا حاجه رخيص وحاجه معناها فيوش معناها كتفال غيس زيوت ولا جيست كاب عظم هريسه حاجه خفيفه معناها في البلاد معناها كثروا برشا، ما احنا ديما عينا ميزانه معناها نعرفوا ما شكون ناخذ كان انسان نبيع في الشارع معناتها كويزيني انا بار خدمتي هذي معناتها نعرف كل شيء هكا تشوف فيه في الحاجات معناتها كلهم اكل الوقائيه معناتها حاجه ما لا غبره لا شيء ما فيها شيء معناتها حاجه صحيه يرحم ابوك حاجه صحيه. الإقبال على النوع هذا من السندويتشات واللي يطلق عليه اسم كسكروت عياري يخلينا نتسائلوا حول مدى توفر شروط حفظ الصحة في العربات هذه من ناحية توفير أجهزة التبريد وحفظ المكونات اللي تتطلب درجة حرارة معينة، وإن أكدت منظمة الدفاع عن المستهلك خلال عملية الرصد والمراقبة المستمرة أن الأكلات هذه غالبا ما تمثل خطورة على صحة المواطن اللي يقبل على العادة السيئة هذه دون الاكتراث أنها قد تودي بحياة أشخاص. حاجة استهلاك فنصب هذوما كسكروت عياري وما نعرفش اخر وهريسه تبدا الحكه محلوله فهمتي ولا بنهارين ثلاثه وتبدا اكل المنظر نتاعها معناتها كيفاش يبدا الحاله نتاعها ويقدم معناتها باش يعمل الساندويتش هذايا وبعد يقول هاني مرضت ولا هاني صار لي انفكسيون وهذايا معناتها كيصير لك انفكسيون معناتها انت لهنا متسبب فيه كي راهو فما حاجات كيما هكا ما نقدموش عليها ونحاولوا كيفاش نمشيو لمحلات نظيفه ومعترف بها ولا عندها معناتها اقل واجب معناتها الشروط الصحيه تكون فيها. هذا وأكدت منظمة الدفاع عن المستهلك أن المواطن غالبا ما يكون على علم مدى خطورة الكسكروتات هذوم على صحته لكن يقبل عليها، وإن سجلت المنظمة حالتين وفاة مؤخرا في بنزرت جراء سندويتشات تحتوي على مواد منتهية الصلوحية، هذا بالإضافة إلى العديد من حالات التسمم اللي يرفض المواطن التبليغ عليها في انتظار تكثيف حملات المراقبة الصحية والشرطة البلدية للحد من انتشار مثل هالعربات باعتبارها تمثل في جانب آخر شكل من أشكال الانتصاب الفوضوي. في الصناعات الحرفية تعد صناعة السعف من أبرز مميزات ولاية جابس لتوارثها من جيل لآخر، صناعة عرفت تطور وتنوع حسب أهل القطاع. شنو مراحل صناعة السعف ووقتاش نحكي وعلى وفرة المنتوج؟ هذا اللي باش نتعرفوا عليه في تقرير الموالي. صناعة السعف كانت ولا تزال مصدر رزق لعديد العائلات المعروفة في ولاية جابس، ورثوها أبا عن جد نظرا إلى مكونات هذه الولاية الطبيعية وكثافة نخيلها وتنوعه، واللي من أشهرها نخلة البحتم ذات السعف الرفيع والجيد واللي منها تصنع المظلة الجبسية والقفة والمروحة وغيرها، واللي يهديها أهالي جابس لكل من يزورهم وأحبتهم باعتبارها أحد خاصيات الجهة منذ سنوات. تعتبر ولاية جابس القطب الأول في إنتاج الألياف النباتية اللي هي صناعة السمارة وصناعة السعف. يقدر عدد الحرفيين المسجلين في لدى الديوان الوطني للصناعة التقليدية في هذا الاختصاص 3800، ولكن في واقع الأمر يقدر عدد العاملين في القطاع ب 9000 هي الأولى وطنيا في إنتاج في الألياف النباتية. صناعة السعف تمر بعدة مراحل، فمع بداية فصل الصيف يتقص سعف النخيل من طرف محترفين معروفين بكفاءتهم والمعرفة الدقيقة بالنخلة الولادة، والنخلة الولادة للسعف الممتاز والرفيع، ويقسم غصن السعف إلى نصفين عموديا وينشر على شكل دائري في مساحات شاسعة على الأرض وفوق الأسطح ليجف ويتغير لونه من الأخضر إلى الأصفر الناصع الذهبي، ثم يجرد سعف النخيل من أغصانه ليتم بعد ذلك تقسيم السعف عموديا لتأتي فيما بعد مرحلة الضفيرة ثم مرحلة الخياطة. قص القلوب من الغاب نشلحه وننشره نشره مع المطامن نرش كذلك الزيز الغاب غابة مطراب وبعد نخرطه وبعد نخرطه نديره خنقات خنقات نحطه يركض أنا في الشتين نجدب الخنيل نشلحه نبطره نخيطه الفاف نحطه. نلقاو العديد من أصحاب الشهائد العليا اليوم اختاروا بدورهم استغلال هذا الموروث الثقافي واعتماده وتطويره بأشكال أخرى مما افتح موطن شغل وتشهد بضاعتهم إقبالا نسبيا، إقبال قد لا يفي بالغرض لسداد تكلفة الإنتاج. ويأكدوا أبناء الجهة إنها ما زالت تحتاج مزيد من الدعم والتشجيع لمواصلة فرض نفسها وسط المشهد التجاري. نختم نشرتنا بمتابعة للألعاب الأولمبية ريو 2016، وإن تحصلت البارح المبارزة التونسية إيناس بوبكري على الميدالية البرونزية اختصاص شيش بعد انتصارها على الروسية أيدا شنايفا بنتيجة 15 لمسة مقابل 13. نتابعوا التفاصيل في تقرير هذا.
رغم البداية المحتشمة اللي انطلقت بها المشاركة التونسية في الألعاب الأولمبية ريو 2016، إلا أنه صبر التونسيين وطموحهم لانطلاقة جديدة كان يتجدد يوم بيوم، والبارح كان الموعد مع أول ميدالية للبعثة التونسية، وين أحرزت المبارزة إيناس بوبكري برونزية مسابقة سلاح الشيش بعد فوزها في مباراة تحديد المركز الثالث على الروسية أيدا شنايفا المصنفة رابعة عالميا بنتيجة 15-11. إيناس البوبكري البالغة من العمر 27 سنة والمصنفة 9 عالميا كانت فازت في مناسبة أولى على المصرية نورا منير المصنفة 73 عالميا بنتيجة 15-4 واليابانية شيهون شوكا المصنفة 60 عالميا بنتيجة 15-10 والكندية إليانور هارفي المصنفة 24 عالميا بنتيجة 15-13 لكنها خسرت في نصف النهائي أمام الإيطالية إليزادي فراشيسكا المصنفة 6 عالميا وحاملة ذهبية لندن 2012. وبالميدالية هذه ارتفع عدد الميداليات التونسية في الألعاب الأولمبية ل 11 ميدالية بعد ذهبية العداء محمد الجمودي في المكسيك 1968 وزوز فضيات في طوكيو سنة 1964 ومنيخ 1972 وبرونزية المكسيك في 1968 وزوز ذهبيات الأسامة الملولي في بكين 2008 ولندن 2012 بالإضافة إلى ذهبية حبيبة الغريبي في لندن 2012 وزوز برونزيات في الملاكمة لحبيب جلحية في طوكيو 1964 وفتح المساوي في أتلانتا 1996. هكذا نكون وصلنا مشاهدينا لنهاية موعدنا الإخباري، ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الرسمي على الإنترنت www.nisma.tv. مشاهدة طيبة للجميع.